الحريات المدنية مدنية. والسياسية هي حرية التعبير عن الرأي. هل فيها مشكلة؟ رصدت انه فيها مشكلة ولا فيها مشكلة فيها أحيانا. مشكلة طبعا أحيانا في عندنا بعض زي ايه؟ الشباب، هقول لحضرتك، بعض الشباب بيقعد على الإنترنت اه ويتفاعل، والنهاردة العالم أدرك الفايلنس على الإنترنت، العنف من خلال الإنترنت. من خلال الإنترنت حضرتك بتجند ناس إرهابيين، من خلال الإنترنت بعض الناس بتمارس دعارة، تستغل النساء والأطفال في الدعارة تجارب البشر والاتجار بالبشر، و أموال غسل أموال غسل أموال وتجارة مخدرات وكله بالظبط. ويعني الفئات الهشة معروف، الأطفال معروف، النساء، بعض الفئات الأخرى، المهاجرين اللاجئين، يعني فالعنف عبر الإنترنت أودى بناس لأن يحرموا من حريتهم لأنهم تورطوا في جرائم. وطبعا أي دولة بتحط قانون واللي بيخرق القانون عشان تواجه بيعاقب. نعم بالظبط. نعم. فالنهاردة العالم تنبه لهذا، وأصبح اليوم تحدي كبير إنك تضمن الأمن في الفضاء الإلكتروني. والنصيحة اللي احنا بنقولها للشباب، والنهاردة أنا بحيي القائمين على هذا المجال، مش عارفة أقول وزارة الاتصالات ولا أقول مين، إن دايما بيجي لنا رسائل على التليفون يقولك فكر قبل ما تدوس على اللينك، وابتدى ينبهك لما تروح البنك ما تستخدمش الانترنت، استخدم الواي فاي، سيليولر واي فاي. ففي شباب تورطوا نتيجة عدم معرفة، نتيجة حسن نية، فده نوع من أنواع التعبير. إن أنا عبر الإنترنت، لا بس أعبر بأرتكب جريمة، ده تعبير؟ لو ارتكبت جريمة عبر الإنترنت هو ده لو تعبير؟ لو ولا حضرتك دي جريمة؟ لو زي ما حضرتك بتقولي لا إنه يعني ممارسة هو إجراء مش غير مجرد مشروع. إنه قاعد على الإنترنت دخل ارتكب جريمة، آه. ولكن هو من غير ما يعرف ممكن يعمل صداقات مع أشخاص مشبوهة، نعم، أو يتورط وهو ما يعرفهمش. وهو ما يعرفهمش آه بالظبط. نعم. فده مجال النهاردة احنا محتاجين مزيد من التوعية ومزيد من الحماية لشبابنا، انه ما تتورطش مع ناس انت ما تعرفهمش، اللي هو حوارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما تعرفش مين بيتكلم معاك بالظبط، ممكن وبعدين يستدرجه لارتكاب جريمة، وممكن يلاقي نفسه بقى عضو في تنظيم وهو ما يعرفش. نعم وده بيحصل. نعم. وممكن بقى احيانا الكلام اللي يقوله يعتبر سب وقذف، زي ما شفنا بعض الشخصيات المعروفة دخل اتسجن عشان سب وقذف. فإحنا ما زال عندنا بعض التحديات. بس دي جريمة، سب وقذف. أنا عارف. آه. أما أنا بقول لحضرتك، ما أنت هتحكم عليه لما يخالف القانون. آه. أنت مش هتاخده كده وتدخله. نعم. نعم. هتحكم عليه لما يخالف القانون. لكن نعم. أنا بقول إنه الشباب النهاردة لازم يبقى واعي انه ما ينزلقش بحسن نية او من غير ما يعرف يتأنى ويتروى. والأسر لازم تحتضن ولادها وتعرف هو لما بيقعد في اوضته وبيقعد قدام اللابتوب بتاعه بيعمل ايه. ده مجال الحقيقة يعني بيعمل مشاكل لأسر كتير وبيعمل مشاكل لشباب كتير.